صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك اليوم من ينادي إلى عدم عداوة الكفار غير الحربيين بحجة أن الإسلام جوز للمسلم الزواج بالكتابية، ويقول إن المودة ستقع بينهما لا محالة. هذه شبهات يروجونها. أما قوله أنه لا يبقى من الكفار إلا الحرب، هذا قول كاذب وافتراء على الله ورسوله، بل الكافر يبغض وإن كان معاهدا وإن كان زوجة، يبغض. فالزوج يبغض دين زوجته الكتابية، وإن كان يحبها محبة طبيعية زوجية، هذه محبة طبيعية زوجية، ما هي محبة دينية. فهم لا، إما أنهم لا يفهمون القرآن، وإما أنهم يريدون التضليل على الناس. فلا ينقض الولاء والبراء بأن الله باح الزواج من الكتابية. باح الزواج من الكتابية لأن الزوجة تحت سيطرة زوجها، وربما تسلم، يكون في كونها في عصمة مسلم سبب في هدايتها، سبب في هدايتها. وأما المحبة المودة وجعل بينكم مودة ورحمة بين الزوجين، هذه مودة زوجية طبيعية، ليست مودة ليست مودة دينية. فإذا أحب دينها فقد وعد الكفار، نعم، ولو كانت زوجة. إذا أحب دينها النصرانية أو اليهودية فهذه موالاة، نعم.